الله حلوة قوي الأغنية دي، أنا هرقص عليها شوية. نا 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 لا لا لا، حلوة بجد عجبتني. دي هتكون في قائمة الأغاني بتاعتي المفضلة. يا سلام. أما هشوف الأغنية اللي بعدها حلوة ولا لأ. حلو جدا، بس اللي قبليها أحلى بكتير. أحمد ما ينفعش كده، كده كتير. اللي كتير مش فاهم. على بتول شايف عندها 5 سنين ولحد دلوقتي لسه قصيرة كده. طب ونعمل ايه يعني يا سارة؟ نعمل ايه قوليلي؟ ما انا مش عارفة يا احمد، انا مش عايز اصبر اكتر من كده، لازم نروح للدكتور عشان نشوف ايه بتقول ليه لحد دلوقتي ما طولتش. طيب ماشي، انا عن نفسي انا جاهز، يعني في اي وقت عايزين تنزلوا للدكتور انا جاهز. طيب ماشي، تعالى ننزل دلوقتي. ماشي، ما عنديش مانع، بس انا معايا حق صح؟ ايوه الصراحة انت معاكي حق، بتقول عمرها 5 سنوات ولحد دلوقتي لسه قصيرة. ايوه والله يا احمد، واللي بيشوفها بيفتكرها عندها 2 سنين. طيب خلاص، احنا لا احسن نروح دلوقتي عند الدكتور. طيب ماشي ماشي. بتقول يا حبيبتي احنا هنروح عند الدكتور. دكتور ليه يا ماما؟ انا مش تعبانه ولا حاجه. ايوه ما احنا عارفين يا بتقول يا حبيبتي، بس احنا عايزين بس نسال الدكتور على حاجه معينه. ماشي، بس انا مش عيانه برضه، هاكد عليكم. ما احنا عارفين يا بتول يا حبيبتي، احنا بس رايحين عشان نتأكد. ماشي ماشي يا ماما، يلا يلا يا حبيبتي. بس يا ماما ممكن تبقي تجيبي لي شوكولاته احنا وراجعين؟ ماشي يا بتول، هجيب لك اللي انت عايزاه. خلاص يا بتول يا حبيبتي، احنا وصلنا خلاص المستشفى. ماشي يا بابا، بس انا مش عاوز اخد حقنه. لا يا بتول يا حبيبتي ما تخافيش، مش هتاخدي اي حقنه. ما تخافيش يا بتول، مش هتاخدي حقنه ولا ادويه حتى. ماشي يا ماما، يلا ندخل. يلا. هي دي بتقول يا دكتور. ايه مشكلتها بقى حضرتك؟ مشكلتها ان هي عندها 5 سنين ولحد دلوقتي بالطول ده. ايه ده، دي عندها 5 سنين؟ ايوه يا دكتور، انا بقول اللي بيشوفها بيشوف بيفتكر ان هي عندها 2 سنين او حاجه. ايوه انا الصراحه كنت فاكره ان هي عندها 2 سنين. هو ده السبب اللي احنا جايين لحضرتك عشانه، عايزينك تكشف عليها وتشوف هي عندها ايه، يعني ايه السبب اللي مش بيخليها تطول. طيب ماشي ماشي. يا رب بتول تكون كويسة يا رب. احنا على فكرة يا سارة عايزين ندخلها مدرسة، يعني سنة بالكتير قوي وندخلها، مش هينفع نتأخر عن كده. طب وافرض فضلت على حالها ده اللي هي مش بتطول، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مفيش حل، هنوديها وخلاص، لازم تتعلم يا سارة. طيب ماشي ماشي، المهم هنشوف دلوقتي الدكتور هيقول ايه. طيب ماشي. ايه دكتور، ايه الاخبار؟ للاسف بنتك بتول عندها تقزم. ايه ده يعني ايه دكتور؟ يعني بنت حضرتك هتفضل في طولها دوت، مش هتطول خالص، يعني قزمه. يا ربي، طب ده ليه علاج يعني ولا لا؟ للاسف لا، ملوش علاج. يا ربي يا ساره، طب نعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا احمد، ما عندناش اي حلول يا احمد، نعمل ايه؟ يا ربي مش عارف مش عارف. طيب يا دكتور كده حتى مش هتطول حتى سنتي او اي حاجه؟ ولا حاجه، هتفضل ثابته على طولها ده للابد، حتى مثلا لما يكون عندها 20 سنه. ايوه حتى لما يكون عندها 20 سنه هيفضل طولها ده. طيب شكرا ليك جدا يا دكتور، معلش تعبناك معانا. لا لا مفيش تعب ولا حاجه. في ايه يا ماما؟ في ايه يا بابا؟ مفيش حاجه يا بتول يا حبيبتي، مفيش. طيب يلا بقى نروح وتجيبوا لي شوكولاته. ماشي ماشي يا حبيبتي يا بتول. حاضر. يلا يا بتول، احنا وصلنا السوبر ماركت يا حبيبتي، اختاري اللي انت عايزاه. طيب يا بابا، بص انا ممكن اجيب حليب شوكولاته. طيب يا بتول يا حبيبتي، اختاري اللي انت عايزاه. ايه ده يا ست، انت ما عندكيش رحمه؟ نعم انا عملت حاجه؟ بنتك عندها سنه وبتخليها تمشي على الارض، حرام، دي ممكن تقع تتعور. يلا شيليها بسرعه، شيليها. على فكرة أنا ما عنديش سنة، أنا عندي 5 سنين. أيوة على فكرة هي عندها 5 سنين. إيه ده؟ إزاي دي عندها 5 سنين؟ باين عليها سنة. طيب وإحنا نعمل إيه يعني؟ نعمل إيه إحنا؟ طيب خلاص أنا همشي أصلا، إيه الناس الغريبة دي؟ بتقولي يا حبيبتي ما تهتميش، يلا جيب المشروب اللي أنت عايزاه. طيب يا ماما ماشي ماشي. شفت بقى يا أحمد إن الموضوع عمال يكبر، وكل ما بتول تكبر الموضوع هيكبر بزيادة.
يا رب يا ساره. طب نعمل ايه يا ساره؟ مفيش حل وانت عارفه كده. طيب خلاص بقى، يبقى احنا ما نوديهاش مدرسه ونريح نفسنا وما نخرجهاش من البيت. لا مستحيل، بنتي لازم تتعلم. انا عارفه يا احمد ان التعليم ده حاجه اساسيه وحاجه مهمه جدا، بس نعمل ايه كده؟ نفسيه بتول هتتدمر من التنمر اللي هيتعرضها. لا لا لا، ان شاء الله مفيش حد هيتنمر عليها. براحتك يا احمد، بس انا حذرتك. ماشي ماشي، انا شايفه ان احنا نقعدها في البيت بدل لما حد يعني يتنمر عليها وهي تتضايق، وانا من رايي ان احنا نوديها المدرسه عشان نتعلم. لازم تكون كده متعلمه وكبيره عشان تطلع مهندسه او دكتوره. خلاص يا احمد، اعمل اللي انت عايزه. ماشي، انا بكره هروح اقدم لها في مدرسه. ماشي، عشان احنا كده استنينا كتير جدا. ماشي يا احمد، اعمل اللي انت عايزه. خلاص بقى نكمل كلامنا في البيت. ماشي ماشي. ايه كل الوقت ده يا بتول يا حبيبتي؟ يا ماما كنت بشوف ان هو منتهي الصلاحيه ولا لا؟ انت فاكره ان احنا المره اللي فاتت لما جبناه كان منتهي الصلاحيه؟ ايوه يا بتول، برافو عليكي يا حبيبتي، لازم كده تشوفيه او هو منتهي او لا. يعني ده كويس يا بتول؟ ايوه يا ماما كويس، لسه فاضل له سنه وينتهي الصلاحيه. طيب ماشي، يلا بقى عشان نشتريه. يلا. اخيرا وصلنا البيت وهعرف بقى اشرب العصير بتاعتي لوحدي كده. ايوه يا بتول يا حبيبتي، يلا اشربيه ونامي. ايه ده يا ماما؟ بس الليل يعني لسه ما جاش. ما احنا عارفين يا بتول، بس انت شكلك النهارده تعبانه ولازم تنامي. لا يا ماما انا مش تعبانه، ما تخافيش. معلش يا بتول، اسمعي كلامي، يلا نامي. ماشي يا ماما، هشرب العصير وهنام. انت ليه يعني خليتيها تنام يا ساره؟ عشان نعرف نتكلم براحتنا، عشان هي لو سمعت ان هي ممكن ما تطولش بعد كده هتزعل جامد، وانت عارف بتول حساسه. طيب ماشي. ها هنعمل ايه كده بالراحه؟ بص يا ستي، احنا بكره ان شاء الله هنروح نقدم لها في مدرسه ونوديها المدرسه، ولو تعرضت لاي متنمر هنروح ونشتكي للمدرسه. ماشي؟ طيب ماشي، بس المشكله الموضوع في الجامعه والثانويه هيكون صعب جدا عليها. ما انا عارف يا ساره، ما انا عارف. نعمل ايه؟ لازم تتعلم، لازم لازم لازم. طيب يا خلاص خلاص. ماشي يا ساره، بس اهم حاجه انت موافقه؟ موافقه يا احمد، ما انت بتقول اهم حاجه التعليم، والصراحه انت معاك حق. خلاص انا موافقه، بكره ان شاء الله نروح ونقدم لها. ماشي ماشي. اه مش قادره خالص. احمد يلا اصحى يا احمد. اه يا ساره، في ايه في ايه؟ يلا عشان نروح نقدم اللي بتول في المدرسه. طيب ماشي ماشي. انت صحيتي بتول ولا لسه؟ لسه، هروح اصحيها دلوقتي. طيب ماشي. بتول بتول يا حبيبتي، يلا اصحي. نعم يا ماما، في ايه؟ يلا يا بتول عشان احنا هنروح نقدم لك في مدرسه. ايه؟ زي ما سمعتي يا بتول يا حبيبتي، هنروح نقدم لك في مدرسه. يعني ايه؟ يعني هتروحي وتتعلمي، هيكون لك اصحاب وكده. لا يا بابا شكرا، انا مش عايزه اروح مدرسه. ليه يعني يا بتول؟ ليه مش عايزه تروحي؟ عشان الناس كلها هيفتكروا ان انا عندي سنتين زي ما حصل امبارح في السوبر ماركت. لا يا بتول، لا محدش هيفتكر كده خالص، على فكره كلهم هيكونوا قدك كده في نفس طولك. ماشي يا ماما، انا عارفه ان هما هيكونوا قريبين من طولي، لكن هيكونوا اطول مني شويه. حتى يا ماما لو 10 سنتي، انا هكون اقصر واحده في الفصل كله. ما تخافيش يا بتول، ما انت كده كده لما تكبري يعني هتطولي. ما انا عارفه يا ماما، بس انا مش عايزه اروح. معلش يا بتول، عشان خاطري يا بتول، عشان تتعلمي يا حبيبتي ويكون ليكي اصحاب وتعملي نشاطات في المدرسه. يعني هيكون ليا اصحاب يا بابا؟ اكيد يا حبيبتي. طيب ماشي، انا هروح عشان اغير. ماشي يا بتول، برافو عليكي. ليه كده يا ساره؟ ليه؟ ايه يا احمد، في ايه؟ ليه قلت لها ان هي لما تكبر هتطول؟ انا بقولها كده بس عشان اشجعها. على فكره كده اللي انت قلتيه غلط، عارفه ليه؟ ليه يا احمد؟ لما تكبر هتفضل تقول لك يا ماما مش انت قلتي لي ان انا هطول؟ انا ما طولتش وفضلت في نفس طولي، وهتزعل جدا. لا لا ان شاء الله هتنسى هتنسى. طيب ماشي يا ساره، بس بعد كده بقى خدي بالك من كلامك. ماشي ماشي ماشي. خلاص يا ماما، انا غسلت وشي وكمان سرحت شعري، نروح بقى دلوقتي؟ ماشي يا بتول يا حبيبتي، يلا يلا. لو سمحت عايزين نقدم للبنت دي في مدرسه. يا استاذ يا استاذ، التقديم من 6 سنوات مش من سنتين. ايوه ايوه، هي عندها 6 سنوات.
انتوا هتضحكوا علينا ولا ايه؟ ما هي البنت والله باينه وقدامي، وانا لابسه النضاره وشايفه كويس قوي كمان، وباين عليها سنتين. لا حضرتك صدقيني عندها سنه 6 سنوات، ما عندهاش سنتين. وريني شهادة الميلاد يا أستاذ وريني. حاضر حاضر اتفضلي وريني. ايه ده فعلا البنت عندها 6 سنوات، هي عندها 5 سنوات وشوية بس عادي يعني. طيب خلاص خلاص هندخلها، بس هي ليه قصيرة كده؟ ما نعرفش بقى حضرتك هي قصيرة كده ليه، وبعدين اعتقد يعني مش حاجة ضرورية ان هي تكون طويلة عشان تدخل المدرسة ولا ايه؟ خلاص خلاص يا أستاذ مالك اتعصبت كده ليه؟ شكلها قزمة كده، روحوا اكشفولها. ممكن حضرتك تسكتي؟ ماشي يا مدام، في ايه مالك اتعصبتي كده ليه؟ قزمة مين؟ على فكرة انا مش قزمة، وعلى فكرة ماما وبابا روحوا كشفولي امبارح، وماما قالتلي ان انا هطول لما اكبر. ايوه يا بتول انت كلمت صح. طيب خلاص خلاص انا همشي من هنا. صح يا ماما، مش انا لما هكبر هطول؟ ايوه ما نعرفش، احنا ما نعرفش بتول، ما نعرفش المستقبل، بس ماما قالت لي كده في البيت. لا هي اتلخبطت بس اكيد يعني الناس كلها بتطول، يعني مش عارف يا بتول، ان شاء الله هتطولي. ماشي. مش قلتلك يا ساره بعد كده يبقى خلي بالك من كلامك؟ يا رب انا معرفتش اقولها ايه، انا عايزه اخبي عليها الموضوع، مش عايزاها تعرف. ما انا عارف يا ساره عارف، بس احنا في يوم من الايام لازم هنقول لها، ما ينفعش نخبي عليها كل الوقت ده. ماشي ماشي، بس لما تكبر، اما تكون مثلا في الاعداديه او حاجه. طيب ماشي، بس انت لما المدرسه قالت لك هي ليه قصيره كده انت قلت لها ما تعرفش. ايوه ما انا ما كنتش اقول لها يعني ان بتول قزمه، المفروض ما اتكلمش قدام بتول. ماشي ماشي، اصلا احنا كده كذبنا على المدرسه، قلنا لها ان احنا ما نعرفش هي ليه قصيره، وكمان قلنا لها ان هي سليمه ومش قزمه. خلاص هنبقى نقول لها بعدين، بس مش قدام بتول. ماشي ماشي خلاص يا استاذ احنا موافقين، بنت حضرتك هتروح المدرسه من بكره. طيب ماشي شكرا ليكي. العفو، اتفضل شهاده الميلاد. ماشي كده يا بابا خلاص اروح المدرسه؟ ايوه يا حبيبتي يا بتول من بكره ان شاء الله. ماشي يا بابا. احمد. نعم يا ساره، في ايه؟ انا هروح بقى عشان اصحي بتول عشان تروح المدرسه. طيب ماشي، كنت عاوز اقولك حاجه يا ساره. ايه؟ انت طبعا عارفه بقى ان بتول بقت بنت كبيره، بقت في يعني اول اعدادي. ايوه اول متوسط يعني. ايوه، ففي ناس كتيره جدا مستغربين عشان طولها، وفي ناس كتيره جدا بدأ ان هم يتنمروا عليها. يو يا احمد يو، مش انا قلتلك من البدايه، قلتلك بلاش منها، بلاش نوديها المدرسه. مش ده الحل يا ساره، صدقيني مش ده الحل، التعليم دي حاجه اساسيه. طيب طالما مش ده الحل بقى ايه الحل؟ ما انا مش عارف، انا كلمت المدرسه اكتر من مرتين، والصراحه كنت بفكر انقلها من المدرسه. على فكرة يا أحمد أي مدرسة هتروحها هيكون فيها متنمرين برضو. ما أنا عارف، عشان كده قلت لأ مش مشكلة يعني. طيب بص أنا هروح بقى صحيح عشان متأخرش على المدرسة. طيب ماشي. بتول بتول يا حبيبتي يلا اصحي. نعم يا ماما، في ايه يا ماما؟ يلا يا حبيبتي عشان تروح المدرسة. لا يا ماما مش عاوزة اروح، عشان دايما بيفضلوا يتنمروا عليا يا ماما، وانا مش بحب كده. وانتي انا ما كنت صغيرة قلتلك امتى يا ماما هطول، قلتلي لما تكبري، واديني كبرت ولسه صغيرة. وعلى فكرة يا ماما كمان انا عارفة ان انا عندي تقزم، يعني من الاخر كده انا قزمة وانا عارفة الموضوع ده. طب نعمل ايه يا بتول، الموضوع ده مش بايدينا. ماشي يا ماما انا مش عايزة اروح المدرسة. لازم يا حبيبتي تروحي، اولى اعدادي دي سنه المفروض ان انت تروحيها، عشان هي سنه مهمه جدا. لا يا ماما، البنات في اول المتوسط بيفضلوا يضايقوني، وانا مش عايزه كده، وانا مش عايزه اروح. بصي يا بتول هقولك اخر كلمه، يلا البسي عشان تروحي المدرسه. ماشي ماما ماشي خلاص بقى. يلا يا بتول يا حبيبتي ادخلي، خلاص احنا وصلنا. يلا يا بتول يا حبيبتي يلا ادخلي على الفصل.
ماشي يا ماما هدخل ماشي، مع اني مكنتش عايزه اروح. يلا يا بتول بقى كفايه. ايوه يا بتول انت عماله تضيعي في وقتك. طيب ماشي هدخل هدخل. ايه ده ايه ده، شوفوا مين جه، البيبي النونة. يا حبيبتي الحضانه مش هنا، الحضانه في الدور اللي تحت. احنا هنا اول متوسط. ما انا عارفه على فكره، انا برضو اول متوسط. يا جماعه دول تلاقوها قزمه. ممكن بقى تسيبوني في حالي ومحدش يكلمني لو سمحتوا؟ هتعملنا ايه يعني؟ هتخربشلنا رجلنا زي القطط ولا الكلاب؟ يا ربي بقى انا مش عايزه اعمل معاكم مشاكل، انتوا كل يوم اللي بتجروا المشاكل وبتجيبوها لحد عندي. اهدي يا حلوه ما تتعصبيش، اهدي. ممكن تسيبيني ومحدش يجي جنبي؟ خلاص يا جماعه يلا اقعدوا بقعدوا عشان دلوقتي المدرسه هتيجي. يلا. ازيكم يا ولاد عاملين ايه؟ كويسين يا ميس، الحمد لله كلنا كويسين. بصي بقى يا بتول اقفي كده على الديسك عشان اشوفك لحسن انت مش باينه خالص. ماشي يا ميس هاف. كده كويس؟ ايوه كده كويس جدا يا بتول. يلا بقى عشان هنبدا شرح. في نهايه اليوم الدراسي. بصوا بقى يا حبايبي مش زي كل يوم، ها انتوا هتخرجوا هتستنوا بره في الشارع قدام المدرسه، والباص هيجي يعدي عليكم وياخدكم كلكم. ماشي اوعوا تجروا في الطريق عشان في عربيات كتير، وانتوا عارفين الكلام ده، انتوا مش صغيرين. ماشي ماشي يا ميس، والله احنا حفظنا الكلام ده اصلا. ايوه احنا حفظناه، كل يوم بتقول لنا نفس الكلام، عرفنا والله. ماشي انا بس بنبهكم وباكد عليكم. فين بتول؟ راحت فين البنت الصغيره دي؟ اهي هناك في اخر الطابور. دي مش باينه خالص، انتوا عارفينها شكلها 2 سنتي كده ولا حاجه. واوعوا تدوسوا على بتول زي امبارح، يعني البت كانت رقبتها تتكسر. خلاص يا ميس كفايه. في ايه يا بتول يا حبيبتي؟ انا بقول لهم بس عشانك مش اكتر، عشان انت غاليه عليا وانا بخاف عليكي. خلاص مش لازم تنبهي عليهم، مش لازم خلاص. ماشي انا غلطانه، يلا بقى اطلعوا وقفوا قدام المدرسه. يا جماعه تعالوا نلعب بدل ما احنا واقفين كده. على فكره الميس قالت لنا ان احنا ما نجريش عشان العربيات. يا ستي احنا على فكره كبار، يعني احنا في اولى اعدادي، مفيش عربيه تقدر تخبطنا. طيب ماشي يلا نلعب. يلا انت يا صغيره انت مش تلعبي معانا؟ لا شكرا مش عاوزه العب معاكم. احسن برضو. يلا يا جماعه اجروا. وسعي كده، وسعي وسعي بعدي عني. ايه ده ايه ده، ايه الصوت ده؟ ده صوت العيال، هما اروح اشوف في ايه. في ايه يا عيال في ايه؟ يا ميسي ميس في باص عدى عليهم كلهم. وراح فين ده؟ جري جري. انتوا عاملين ايه؟ طب كويسين؟ ظهري ظهري مش قادر يا ميس، ايدي يا ميس ايدي اتكسرت يا ميس. راسي راسي انا مش حاسه براسي. وانا رجلي وجعاني قوي. طب في حد فيكم كويس؟ انا كويسه يا ميس انا كويسه. طيب يلا بس بكلكم يلا عشان نروح على المستشفى. يا ميس انا كويسه خلاص مش لازم. لا تعالي بس عشان ممكن تكوني مكسوره او حاجه وانت اللي مش حاسه. طيب ماشي. كلهم اتكسروا، انا قلت لكم قلت لكم محدش يجري، انتوا اللي ما سمعتوش الكلام. هم اللي عايزين يرموا نفسهم في المستشفى، لو كانوا سمعوا كلامي ما كانش حصل لهم كده. فهميني بقى يا حبيبتي ايه اللي حصل بالظبط. هم كانوا عاملين يلعبوا وكانوا عاملين يجروا، وبعدين راح فجأة في باص كده عدى عليهم كلهم، وكلهم اتكسروا زي ما انت شايفة كده. وطبعا الباص ما وقفش، ده راح جري جدا، داس بنزين اعلى سرعة وجري. اكيد ما عشان لو كان واقف كنا هنهزقه، وهو تلاقيه خايف. انت بقى ازاي يا حبيبتي ما حصلكيش حاجة؟ نفسي افهم. انا عشان قصيرة الباص عدى من فوقي وما عمليش اي حاجة. اهو ما انت بقى يا حلوة قصرك ده نفعك. ايوه هما كانوا عاملين يتريقوا عليا عشان قصيرة، ادينا لو كنت قدهم كنت زماني دلوقتي مرمية في المستشفى زيهم وجسمي كله متكسر، بس عشان انا قصيره ما حصليش حاجه. والله انت معاكي حق،
ده لما يصحوا انا هقول لهم ان انت سليمة عشان قصيرة، عشان بعد كده ما يتريقوش عليكي تاني. شكرا جدا يا مس. العفو يا حبيبتي، على ايه؟ ما هما بيتريقوا عليك عشان انت قصيرة. ادي القصر ده نافعك، ما هم لو كان قصيرين زيك ما كانش حصل لهم حاجة. ايوه طيب يا حلوة، يلا بقى روحي وخلي بالك من نفسك. ماشي ماشي. اهلا يا بتول يا حبيبتي، عاملة ايه؟ انا كويسة يا بابا، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين يا حبيبتي. عملت ايه بقى النهاردة في المدرسة يا بتول؟ بصي يا ماما، هقولك على موقف حصل. الموقف ده غريب جدا وهتستغربوا منه. قولي يا بتول. بصوا، احنا كنا واقفين بره عشان مستنيين الباص يودينا على بيوتنا، وبعدين المدرسة قالت لنا محدش يجري ولا حد يلعب. وبعدين هم بقى، انتوا عارفين ان معايا في الفصل ما بيسمعوش الكلام. ايوه دول اشقية جدا. فضلوا بقى عمالين يلعبوا ويجروا، فجأة باص جه وعدى عليهم كلهم وانا كنت من ضمنهم. ايه ده يا بتول يا حبيبتي، انت بنتي كويسة؟ استني ماما بس اسمعي للاخر. كلهم اتكسروا دلوقتي مرميين في المستشفى، بس انا الوحيدة اللي سليمة. عارفين ليه؟ ليه يا بتول؟ عشان انا قصيرة والباص عدى من فوقي. بجد يا حبيبتي؟ ايوه يا ماما بجد. شفتي بقى ربنا عمل فيهم ايه؟ عشان هما كانوا بيتريقوا عليكي عشان انتي قصيره. ادي قصرك ده نفعك. ايوه يا ماما، لو انا كنت طويله زيهم كنت زمان دلوقتي في المستشفى. ايوه اهم حاجه دلوقتي ان انتي ايه، كويسه صح؟ ايوه يا بابا انا كويسه. طيب يلا بقى يا حبيبتي اتغدي واعملي واجباتك وكده. ماشي ماشي يا بابا ماشي. انا دلوقتي بقى لازم اصحى واغسل وشي وانزل عشان اروح الجامعه. يا رب النهارده بس ما حدش يتريق عليا زي كل مره، انا زهقت. انا اصلا مش ههتم بكلامهم عشان دول ناس متنمرين. انا ههتم الكلام بابا زي ما قال لي، ان انا اركز في دراستي بس. دلوقتي اروح بقى عشان اصحي ماما عشان اقول لها ان انا هنزل. ماما ماما. نعم يا بتول يا حبيبتي، في ايه يا ماما؟ انا نازله الجامعه يا ماما. طيب ماشي يا حبيبتي ماشي. خلي بالك بقى من نفسك يا بتول ماشي، واي حد يضايقك بكلمتين ولا كلمه ما تهتميش ليه، ركزي لدراستك بس يا حبيبتي. ماشي ماشي يا ماما ماشي. يلا سلام، خدي بالك من نفسك. سلام. اه انا وصلت بقى، اروح اقعد في مكاني. الحقوا بصوا مين هنا. البيبي. بتيجي جامعة ليه وانت بالطول ده؟ روحي الحضانة احسن. ممكن محدش ليه دعوة بيا؟ انا اصلا مش ههتم لكلامكم وهركز في دراستي بس. ايه ده؟ سمعتي حاجة؟ ما سمعتش، اصلها قصيرة جدا. خلاص خلاص يلا خلينا نقعد. ماشي ماشي. ازيكم يا ولاد، النهاردة هكلمكم على موضوع مهم. الموضوع ده ان القمر عليه نيازك، والنيازك دي حجمها كبير جدا، والنيازك دي لو نزلت على الارض ممكن تدمرها. فعارفين بقى ايه المطلوب؟ المطلوب ان في حد يطلع على الفضاء ويجيب المواد الكيميائية ويقوم حاططها على النيازك دي، فبالتالي النيازك هتتفتفت وهتبقى حتت صغيرة ومش هتأذي الأرض خالص. طب واحنا يعني المفروض نعمل ايه؟ نطلع يعني مكان رواد الفضاء ولا ايه بالظبط؟ المشكلة مش هنا خالص. امال المشكلة في ايه؟ المشكلة ان هم عايزين شخص صغير هو اللي يطلع فوق. ايه ده 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 ليه يعني؟ عشان السفينة اللي هيبعتوها للقمر صغيرة جدا وما تسعش حد خالص، يعني تسع البيبهات بس. والمفروض يعني ان البيبهات هتروح وهتعمل الموضوع ده كله، اللي هي هتجيب المفعول الكيميائي ده وتقوم حطاه على الصخر ويتفتفت ومش عارفة ايه. هما فيهم دماغ اصلا؟ ما هي دي المشكلة، هما مش لاقيين اي حد صغير يقدر يطلع ويكون ذكي. ربنا يعونكم بقى، احنا مالنا بالمواضيع دي. ماشي، انا بس حبيت اقول لكم معلومة. طب يا دكتور انا اقدر اطلع؟ ايه ده
انت ايه اللي جابك هنا يا بنتي؟ يلا نروح عند مامتك وباباكي. يا ربي يا دكتور، انا بتول وعندي 18 سنة، بس انا قزمة. انت قزمة، انت اللي هتقدر تطلعي فوق وتنقذ العالم. مستحيل مستحيل، بص عاملة ازاي اصلا. ايوة طبعا مستحيل يا دكتور، ما تحاولش معاها اصلا. يا دكتور يا دكتور، حضرتك قلت انت عايز حد ذكي زي دماغها قد السلحفة. ممكن تسكتوا محدش يتكلم معايا؟ طب قولي لي معلومات عنك اكتر يا بتول. انا اسمي بتول وعندي 18 سنة وانا قزمة، يعني مش بطول خالص، وكمان ممكن تعتبرني من اشطر البنات في مادة العلوم والرياضة. ومش انا اللي بقول عن نفسي كده، بالعكس ده اهلي اللي بيقولولي كده. بصي، انا هاخدك لشوية العلماء ورواد الفضاء اللي محتاجين حد صغير، فهم لو شافوك ان انت مناسبة ان انت تطلع القمر عشان تحط المواد الكيميائية على النيازك وتفتتيها وتنقذ الارض، هياخدوكي وهتطلعي رحلة الى القمر عشان تنقذ العالم. طيب ماشي انا موافقة. يعني انت هتتطوعي؟ ايوة. طيب يلا تعالي معايا. ماشي. دي لو طلعت ممكن ينسوها هناك اصلا في الفضاء. ايوه معاكي حق، بس هما ليه يعني ما يودوش سفينة فضاء كبيرة؟ ما عرفش، هما تلاقيهم عايزين يودوا صغيرة وخلاص. طب يا دكتور احنا هنروح فين دلوقتي؟ هنروح كده في مجمع فيه كل العلماء ورواد الفضاء. ماشي؟ طيب ماشي. احنا كده خلاص وصلنا يا بتول. ايه ده يا دكتور، هما ليه مقعدين الاطفال كده؟ يا بتول، مش انا قلتلك السفينة الفضاء اللي هما هيودوها القمر صغيرة جدا؟ ايوة، يعني مش هتسع غير الحجم كده، يعني زي حجمك وحجمهم. وهم ما لقوش اي حد ذكي بالحجم بتاعهم، فهم بدأوا ان هم يعلموا البيبهات. طيب هم تعلموا يعني او فيهم اي حاجة؟ ولا الهوى، هم قاعدين مبلمين زي ما انت شايفة كده، ولا بيعملوا اي حاجة ولا عايزين يفهموا حتى. انا زهقت منهم بجد. دي كمان بيبي دي ولا ايه؟ وايه اللي ممسكها نسكافيه وهي صغيرة كده؟ لا لا، انا عندي 18 سنة وانا في جامعة. ايوة شفت لقيت لك ايه، وكمان ذكية جدا. ايه ده ينا، ايه ده انت، احنا كنا بندور عليك من زمان. اخيرا لقينا حد بالمواصفات اللي احنا عايزينها. بس انت ازاي صغيرة وقصيرة كده؟ عشان انا قزمة. يعني انت مستعدة ان انت تطلع الرحلة؟ ايوة مستعدة، عشان هننقذ الارض. ايوة طبعا هتنقذ الارض وهتكوني بطلة كبيرة. يعني خلاص بقى سيب البيبهات تتروح بيتها عشان هم تعبوني جدا. ايوة خليهم يروحوا. بصي، انت قلتلي اسمك ايه؟ اسمي بتول وعندك 18 سنة وذكية وكمان شاطرة في العلوم وفي الرياضة، وكمان وافقة ان انت تطلع الرحلة دي عشان تنقذ الارض، يبقى انت كده بالمواصفات كلها اللي احنا عايزينها. بصي بقى هتعملي ايه يا بتول؟ هعمل ايه؟ احنا هنديكي مادة كيميائية، وبعدين هتلاقي كده في صخور كبيرة فوق القمر، هتقومي حاطة المادة الكيميائية دي عليهم، وبالتالي هتلاقيهم اتفتفتوا، وبس كده تركبي سفينة الفضاء وترجعي تاني. بس طبعا ده عاوز تدريب. ايوه طبعا انا مستعدة عشان اتدرب. طيب يلا بقى تعالي عشان نروح ساحة التدريب. يلا. هي دي ساحة التدريب يا بتول؟ طيب ماشي. بصي بقى، انت هتتدربي لمدة اسبوع كامل، وبعد الاسبوع ده رحلتك هتبدأ يا بتول. طيب ماشي انا موافقة. بجد يا بتول انت واحدة كويسة جدا، انت بتضحي في حياتك عشان الارض كلها. عادي مش مشكلة يا دكتور، اهم حاجة ان انا انقذ العالم. برافو عليك يا بتول، برافو عليك. انا هكلم دلوقتي المشرفة واقول لها تجيب كل التلاميذ اللي عندها عشان يشوفوا بتول. اكيد زمايلك في الفصل وفي يعني الجامعة وكده هيشجعوكي جدا. لا لا لا، مش لازم مش لازم هم يجوا، يعني مش لازم، عشان يكملوا المحاضرة بتاعتهم وكده. لا لا لا، لازم يجوا عشان يشوفوكي ويفتخروا بيك يا بتول.
خلاص يا دكتور مش لازم. لا انا هخليهم يجوا، انا دلوقتي هتصل بيهم واخليهم يجوا كلهم. انا خلاص اتصلت بيهم، وكمان شويه هتلاقيهم جم. ليه يا دكتور؟ قلت لك مش لازم. لازم يا بتول يشوفوكي كده ويفتخروا بيكي. طيب ماشي. يا ربي لما يجوا هيفضلوا يتريقوا عليا، وانا زهقت منهم الصراحه. ايه دكتور ليه حضرتك بقى جايبنا هنا؟ عشان تشوفوا بتول، هتفتخروا بيها جدا. ماشي ورينا بتول. بصوا بتول عامله ازاي. هي اسرت ولا انا اللي واخده بالي؟ انت بتقول ايه يا بنت؟ انت اكيد اسرت، دي كل يوم بتأسر بزياده. ممكن خلاص تخرجوا بره وتسيبوني في حالي؟ لا مش هنخرج بقى عندا فيكي. ايوه الهوا هنا عجبنا وهنفضل قاعدين هنا، ايه رايك؟ يو بقى، هو انتوا ليه دايما بتفضلوا تتريقوا عليا كده؟ عشان انت شكلك مضحك جدا. بص انت عامله ازاي يا بنتي؟ انت 2 سنتي. قال ايه؟ هتطلعي رحله على القمر وهتنقذي العالم، ده انت هتطلعي هتموتي فوق. يا بنتي انت اصلا مستحيل تعملي المهمه دي بنجاح. ايوه دول اصلا ممكن ينسوكي في سفينه الفضاء. لا انت اكيد هتعملي حاجه غلط وهتفرقعي نفسك. ايوه انت ممكن تحولي نفسك للرماد بالغلط. الاحسن ما تطلعيش اي رحلات وخليكي قاعده في البيت، وكمان بطلي الجامعه. ممكن بقى تسكتوا؟ محدش يتكلم معايا لو سمحتوا، اسكتوا. على فكره احنا هنتكلم براحتنا ماشي. يلا يا ولاد بقى يلا عشان تروحوا الجامعه. ليه كده يا دكتور؟ ده احنا كنا مستمتعين جدا مع بتول مش ايه؟ ايوه احنا كنا مستمتعين جدا معاها. ايوه طيب خلاص، طالما انتوا كنتوا مستمتعين معاها بكره هجيبكم، وبعده هجيبكم لمده اسبوع، وبعد كده بقى تودعوها عشان تطلع الرحله. يعني احنا كل يوم هنروح لبتول؟ ايوه. الله، هو في احلى من كده؟ مش لازم يا دكتور تخليهم يجوا، مش لازم، عشان برضو يعني يفضلوا قاعدين في المحاضرات بتاعتهم وكده، عشان الامتحانات لما تيجي يكونوا مذاكرين كويس وحاضرين كل المحاضرات. لا مش لازم يا بتول، عادي انا هخليهم يقعدوا معاكي كل يوم، يجوا لك كل يوم في الاسبوع كمان عشان يعرفوا يودعوكي كويس. ايوه اصلك ممكن تموتي هناك. بتقول ايه؟ هو ولا حاجه بقولها انت اصلا ممكن تقضي يوم او يومين، فممكن توحشينا، لازم نسلم عليكي كويس. ايوه كلامه مظبوط. يلا بقى دلوقتي عشان تمشوا. ماشي يلا. استمتعتي معاهم يا بتول صح؟ ايوه طبعا استمتعت، طبعا اكيد. طيب بصي بقى يا بتول، دلوقتي تروحي لمامتك وباباكي، وبكره ان شاء الله نكمل تدريب ماشي؟ ماشي. يا ربي هما لو فضلوا يجيلوا كل يوم هيفضلوا يرخموا عليا وهيفضلوا يحبطوني. بس انا لازم اطلع الرحله دي عشان انقذ الارض، عشان هما ملقوش اي حد بالمواصفات اللي هما عايزينها غيري. لازم اطلع، لازم، ومش ههتم بكلامهم. حتى لو حصل لي حاجه يبقى انا كده ضحيت عشان الارض كلها. دلوقتي بقى هروح عشان اقول لماما على الموضوع ده. يا ماما انا جيت. ازيك يا بتول يا حبيبتي، عملت ايه النهارده في الجامعه؟ ما عملتش حاجات كثيره خالص يا ماما. ايه ده؟ ليه يا بتول ليه؟ بص يا بابا، في نيازك كبيره جدا حجمها كبير جدا على القمر ماشي، وبعدين النيازك دي هم عايزين حد يكون حجمه صغير بس يكون ذكي، ويطلع ويحط عليها كيميائيات كده عشان تتفتت، عشان النيازك دي لو وقعت على الارض هتدمرها. طب ليه يعني ما يكونش حد كبير؟ اشمعنى حد صغير يعني؟ هم قصدهم حد صغير في الحجم، عشان سفينة الفضاء اللي هم هيودوهم بيها القمر هتكون صغيرة جدا. فهمت. فهم ملقوش اي طفل يعني يكون ذكي. ايوه طبعا، الاطفال بيبقى عقلهم لسه صغير، اكيد مش فاهمين حاجة. هم بقى حاولوا ان هم يدربوهم كتير، وهم ولا فيهم اي نتيجة. وعملوا ايه بقى؟ اخدوني انا، وانا ان شاء الله هروح الاسبوع الجاي. انت بتقولي ايه يا بتول؟ مستحيل اوديكي. ليه يا ماما؟ ده انا هنقذ الارض كلها يا ماما. لسه في واحده من زمايلك في الجامعه قالت لي ان انت ممكن يحصل لك حاجه، وقالت ان انت رايحه رحله للقمر ومش عارفه ايه، وانا فاكراها ان هي بتهزر، طلع كلامها حقيقي، وبتقول ان انت ممكن يحصل لك حاجه. مستحيل اوديكي. لا يا ماما، هما بيقولوا الكلام ده بس عشان يحبطوني صدقيني.
لا يا لا 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 مستحيل. ليه يا ماما مستحيل؟ انا لازم اطلع عشان انقذ الارض. هم مش لاقين اي حد بالمواصفات اللي هم عايزينها غيري انا يا ماما. لا، واحدة زميلتك قالت ان انت ممكن تموتي وانا مش هضحي بيكي. يا ماما انا هروح. يا ماما يعني هروح بس. خليها تروح، خليها. يعني ايه يا احمد تروح؟ مش هضحي ببنتي انا يعني، مستحيل. ما تخافيش، هما بيقولوا كده بس عشان يحبطوها. انتوا شايفين كده؟ ايوه. طيب خلاص ماشي، اطلعي الرحله اللي انت عايزاها. ياي، بس هتطلعي امتى؟ بعد اسبوع تدريب ان شاء الله. ماشي. انا بقى هريح عشان بكره عندي تدريب الساعه 7 الصبح ولازم اكون هناك بالظبط. ماشي ماشي حبيبتي. يا مشير، كنت عايزه اسالك سؤال. اسال. هي البنت اللي اسمها بطول دي ممكن يحصلها حاجه؟ بص، هو نسبه الهوا يحصلها حاجه نسبه 70%. يا كتير قوي. ايوه طبعا، بس احنا ما قلناهاش على الكلام ده. ما احنا لو كنا قلنا لها الكلام ده ما كانتش وافقت. وانت شفت احنا قلبنا الدنيا ازاي عشان نلاقي حد بالمواصفات بتاعتها. ايوه معاك حق. طب ليه ما تودوش اي حد كبير وخلاص؟ عشان كل يعني سفينات الفضاء الكبيره مش متوفره حاليا، لا اما في رحلات، لا اما بايظه، لا اما مش شغاله وكده يعني. يعني مفيش غير الصغيرين خالص. ايوه الصغيرين خالص ده. عارف كنا بنعمل ايه فيهم؟ ايه ايه ده؟ كنا بنحط فيهم حيوانات عشان مثلا نجرب وكده يعني. عارف انا السفن دي. فاحنا عايزين حد يكون حجمه صغير خالص يقدر يدخل فيها. عشان كده كنا عايزين حد حجمه صغير ويكون ذكي، واحنا لقينا دي فخلاص احنا نستغلها ومش هنقولها ولا اي حاجه. طيب ماشي، اللي يحصلها بقى هو اللي ربنا كاتبه لها. ايوه. كويس ان انت لقيتها اصلا. كويس. هو في اي حاجه ابشع من هي التوه في الفضاء؟ يا ده في كتير جدا، ربنا يستر. الجزء الثاني بعد 5000 لايك و100 ألف مشاهدة وانتوا قدها وقدود. وبس، باي.